شوف اليوم جو حلو والكلب نايم الحديقة. شوف الحديقة شقد حلو، وهذا فقط مجرد جزء من المنطقة، يعني بعد باقي هواية. شوف الكلب شلون نايم، شايف الشمس. هذا هنا موجود محل مال مبيعات سيارة مرسيدس، وبيها السيارات فخمة جدا. هذا الطرف فلوريا، وهذا الشارع ايبش، هو هذا محطة متروبوس فلوريا. تحس نفسك انت منطقة راقية، لان بيوت وفلل وشقق هسه راح تشوفون انتم معينكم كله راقي، والسكان اللي ساكنين هنا اغلبيتهم اغنياء جدا. نظامها نفس نظام، بس خلي يروح السيارة. انت دوس. هو سواني ما عندي سماعة. الدخيل راح احكي بصوت عالي. تيدوح من ذاك برا؟ لا ما يخالف، هذا المكدونالدز يبين منه. لا منك هم يبين، اصلا اهدى المنطقة. بس انت صور. وهسه جينا راح ناكل بالمكدونالدز، بس شوف النظام المكدونالدز تقريبا يشبه نفس نظام امريكي، يعني مسوين محل كامل فقط هو مكدونالدز، يعني مو بالمول. شوف ليش قلت مثل نظام امريكي مسوين؟ شوف تعال هنا مثل سيارات. ليش قلت مثل نظام امريكي؟ لان يجون سيارات، شوف يوقفون سياراتهم وياخذون دليفري، يعني سفري، هو ما ينزل من سيارته، مباشرة يوقف يم المكدونالدز، محل مكدونالدز، واكو شباك صغير يفتحها يطلب طلبيته وينتظر بالسيارة ويعطون طلبية مالته. شوف النظام مالته، على مود هذا اقول له يشبه نفس نظام امريكي. شوف هذا السيارات جاي ينتظرون حتى ياخذون سباريش مالتهم. شوف الازدحام، اليوم يوم الاحد، والاحد دائما عطله. اجت طلبيه مالتنا. هذا احلى شيء، هذا ولو ناخذ بيه وزن، بس احلى شيء هذا. شوف هذا الكتشر والخلي، وبعدين قرب الكاميرا. شوف بس، شوف خلينا نشوف الهمبرجر. شوفه لذيذ. احنا ما شبعنا طبعا بهذا، راح نطلب هسه وجبه مال دجاج قوي. يعني اجت طلبيه ثانيه، البيبسي والبطاطا نفس الشيء، بس خلي اشوف شنو هذا؟ هل قد دوته؟ شوفه، شوف ايش قد صغير. لو اسوي بالبيت والله اسوي احلى من هذا. يلا اليوم طالعين. الف عافيه. شوفوا هنا سياره يجي يوقف وبدون ما ينزل من سياره ياخذ سفاريش مالته ويروح، يعني النظام مالته كلش حلو. المكدونالدز هذا في كل امريكا هيك نظام مالتها، بس احنا سوين تركيا مو بامريكا. هذا البزونه ايش قد حلو. مروان.